لماذا توقفنا في منتصف الطريق؟ لدينا الحدود الزامبية، الحدود الزيمبابوية والاتجاه إلى دول أخرى. علينا أن نوقف الحدود بين الدول الإفريقية، علينا أن لا نوقف السواحل بين القارة الإفريقية. هذا هو الوقت المثالي لبدء الطريق. هذا يعني أن نواجه كافة السدود التي أمامنا والعوائق التي تواجهنا كقارة وكداخل كل قارة. بالنسبة للتكنولوجيا علينا وجود حل لمتاجرة الأعضاء البشرية ومتاجرة بالبشر والإتجار بالمواد الممنوعة والمخدرات. علينا بالتطور التكنولوجي أن نلقى حلول أو نجد الحلول الملائمة لوقف هذه الأشياء.